كيكة رخامية خفيفة وطالعة غير بجوج بيضات كتجي من أروع ما يكون. بسم الله على بركة الله، عندي جوج بيضات بدرجة حرارة المطبخ، كنضيف لهم كأس غير مملوء من سكر سنيدة ما يعادل 100 غرام، القليل من الملح، سكر فانيلا. كنخفق المكونات جيدا بواسطة الطراب الكهربائي، ممكن تستعملوا غير الطراب اليدوي فقط، غير هو يكون الخفق الجيد. من بعد كنضيف نصف كأس من الزيت النباتي ما يعادل 75 ملي. كنستمر في الخفق ديال المكونات كلها جيدا. من بعد كنضيف كأس من الحليب يكون درجة حرارة المطبخ 150 ملي، ممكن تعويضوه بكأس من عصير البرتقال. كنخفق الكل جيدا. من بعد نضيف الطحين اللي كيكون مغربل، الكأس الأول من الطحين ما يعادل 100 غرام، وكنخلط بواسطة الطراب اليدوي. نضيف الكأس الثاني ما يعادل أيضا 100 غرام. المجموعة غادي نحتاجو 250 غرام تقريبا ديال الطحين، مع جوج ديال الخمارات الوزن ديالهم 14 غرام، كل كيس فيه 7 غرام. هنا كما كتلاحظوا كنحتاجو ربع كأس ديال الطحين، المجموع 250 غرام. ممكن تاخذ معاكم ربع كأس حتى النصف كأس حسب حجم البيض، المهم ضروري القوام يكون بهذا الشكل هذا. كنخلط المكونات جيدا. في إناء آخر خديت ملعقتان من بودرة الكاكاو، ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان، ربع كأس من الماء المغلى أو ما يعادل 3 ملاعق كبيرة ماء مغلى. نخلط الكل جيدا. كناخد كمية من الخليط الأبيض اللي خلط سابقا في الأول. من بعد كنخلط الكل جيدا، ومسألة اختيارية، كنضيف ملعقة كبيرة من الخل، استعملت خل أبيض، ونخلط الكل جيدا. ممكن تستغناو على الخل الا ما بغيتوش ديروه، وممكن ايضا هنا تنسمو بالقشور ديال البرتقال كيجي مع الكاكاو رائع جدا. خديت مول طويل، راه كتبت لكم القياس ديالو، مدهون بالزبده ورشيتو بشويه الطحين، نفرغ جزء من الخليط الابيض وجزء من الخليط اللي فيه الشوكولاته، وهكذا حتى غادي ننتهي الكميه كامله. كنحصل على كيك رخامي بسيط جدا بمكونات بسيطة كما لاحظتوا. خد عود خشب أو سكين وندير تموجات على الكيك، وندخلها للفرن يكون متوسط درجة الحرارة، كنشعلو قبل واحد الخمسة دقائق، كتاخد ما بين 35 حتى 40 دقيقة. كنخرجها ونخليها كتبرد. غادي نزينها بالكلاصاج، كيبقى اختياري، ممكن ما ديروش نهائيا أي تزيين على الوجه ديالها، هي مزينة راسها براسها. خديت 100 غرام ديال شوكولاتة غيش نوعية جيدة، دوبتو على طريقة حمام مائي، ضفت لي ملعقة كبيرة من الزيت و 70 غرام من اللوز كونكاسي محمر. كنحصلو على كلاصاج اللي كيجي المذاق ديالو زوين بزاف، والتزيين كيبقى اختياري، ممكن ما ديرو لها حتى حاجة. كما ذكرت لكم ممكن تعويض كأس من الحليب بكأس من عصير البرتقال، وكتضيفوا ايضا قشر البرتقال على الخليط اللي فيه الكاكاو، كيجي مذاقها رائع جدا. وهذا هو الشكل ديالها النهائي، خليتها حتى بردات وقطعتها، كتجي ما شاء الله كيكة رخامية خفيفة وهشيشة ورطبة. ان شاء الله تجربوها وغتعجبكم بإذن الله. شكرا لكم على المتابعة، خليوا لي لايك وتعليق وبارطاج الفيديو. في أمان الله.